تقدر تنفق صيف تتعلم من موسم لاخر، الاخطاء اللي صارت لكم على اللاعبين اللي كانوا يوعدوكم بالتمديد وبعد في نهايه الموسم ما يمدوش يمشي الوقت، طول المره هذه التمديدات كانت قبل نهايه الفتره القانونيه للمركاتو، كيف كملت العمليه؟ والله الحمد لله يا ربي، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انظر كما تفضلت خويا سمير، قلت باللي تعلمنا، وهذه هي الدنيا، الواحد الانسان يتعلم، قد ما جبنا نتائج وحققنا انجازات لازم دائما تبقى فيه نقائص، حنا نتعلموا من الاخطاء تاعنا. نظن باللي اليوم جديد بعد ما عندها 15 يوم مضينا البعوز، زاد مضى اليوم تشوف كويبا زاد سنتين، بنيطو فيها داغولو، دونك نظن باللي حاجه مليحه هذه باش تخلي الواحد يفكر ثاني، ماشي النظرة بعيدة المدى. إن شاء الله في شهر ديسمبر إن شاء الله القائمة الإفريقية اللي تروح يعني ب 22 لاعب اللي هما عندهم عقود طويلة المدى. نظن باللي حاجة مليحة في تاريخ النادي هكذا، باش في النادي هذا يبقى الاستمرارية، تبقى النتائج، وما يقعدش يدير الاخطاء اللي كانت في السابق اللي ارتكبناها في السابق، وين تلقى هجره تاع 15 16 لاعب وتولي في الاجازات الافريقيه. نظن باللي السنه هذه ان شاء الله في المواد ديسمبر الاجازات تكون 22 للاعبين اللي عندهم عقود حتى 2017 2018. يعني نفهم من هذا انه الاستراتيجيه تاع الاداره في صيف 2015 هي التحضير لرابطه ابطال افريقيا 2016. طبيعه الحال ماشي، حنا شوف نلعبوا البطوله الجزائريه، نلعبوا على كاس الجمهوريه، نلعبوا على رابطه ابطال افريقيا، نلعبوا على كاس السوبر، حين نلعبوا على جميع الجبهات. ما يخفاش عليك، نظن باللي الناس ربي يسامح القيل والقال والفريق، نظن باللي الانتدابات اللي تعملت بطريقه عقلانيه وبطريقه منظمه ومدروسه. ان شاء الله نزيدوا يعني الخميس غدوه ولا الجمعه ولا اقصى تقدير يعني الحد، ان شاء الله كذلك يزيد جابو يمضي، وان كان جابو يفو كونتي حتى شهر ديسمبر باش يرجع للمنافسه، ممكن يرجع قبل لكن نديروا له العرق تاعو فيه ان شاء الله. دوك حنا وفاق صيف في السنه القادمه لا كنا ملحيين اثنين حتى ثلاث لاعبين اللي نجيبوهم فقط، يعني ما نكثروش بزاف باش هكذا الانسجام، نسهلوا الماموريه للطاقم الفني باش يكون الانسجام وتكون ظروف العمل احسن واحسن ان شاء الله. بالموازاة مع ذلك كاين بعملية تشبيب ما نعرف مدروسة ولا غير مدروسة، لكن وقعت في الفريق مقارنة بسن اللاعبين اللي غادروا وسن اللاعبين اللي تم استقدامهم. شوف والله كون نقول لك مدروسة، يعني الناس يقول لك كيف، لا هي مدروسة صح، باسكو ما يخفاش عليك، لانه تحب ولا تكره ذوك الشباب الطاقه اللي عندهم، الحيوان اللي عندهم رغبه في يعني باش يتقمصوا الالوان تاع الفرق الوطنيه، خلاتنا باش نشوف من الجهه هذه. وزيد القانون اللي سنته الفيدراليه، وهنا نفتح قوس لانه كاينين بعض من الصحف وبعض من زوج صحف وزوج مراسلين لي يعني عيب عليهم يتكلموا باسمي انا ما نديرش دي ديكلاراسيون، انا نقولها جهر النهار، انا مع السياسه تاع رئيس الفيدراليه، هذه قناعه تاعي، ما قناعه تاعي ما كونفيكسيون باللي انا مع السياسه هذه تاع اللاعبين، لانه حنا هنا لازم نخليه ونعطيه الفرصة للاعبين تاعنا باش يتأقلموا ويخشوا في جو المنافسة ويديهم الخبرة والتجربة. ما يكفي نظن باللي حنا كي تشوف درنا انتدابات ماشي غير حتى في الفريق الأول، درنا حتى في الفئة الشبانية في أقل من 21 سنة 20 سنة 19 سنة، جبنا حتى لاعبين دوليين في الفئات هذه، هذا تتاكد لك باللي كل شيء مدروس وباللي نخموا على الاستمراريه في الفريق باش يبقى الفريق دائما يدير يحصل على الالقاب ويدير التتويجات ان شاء الله. الشيء الاخير والاهم يعني مهما كان، يا الفريق عنده عده جبهات، من بين هذه الجبهات هي رابطه ابطال افريقيا 2015 اللي اصبحت مباراه المريخ السوداني مصيريه. كاداره وش هي الظروف اللي راح نتحطوا فيها الفريق من اجل ان يكون في احسن ظرف لتحقيق النتيجه اللي بحثنا عنها؟ والله شوف الاخ سمير، اول حاجه ديجا
الفريق راح يسترجع اللاعبين خمسة تاعو اللي ما لعبوش، خاصة الثلاث لاعبين ولا أربعة اللي ما لعبوش منذ بداية هذه المنافسة. واحدة. ثاني حاجة تكلمنا مع اللاعبين حاسين بالمسؤولية، على بالهم مش راهو يستنى فيهم. نظن باللي مصيرية عندها زوج جوانب، احنا ان شاء الله نروح من اجل الفوز، لكن اذا جبنا نقطه حاجه مليحه وبالامكان باش نجيبوا نقطه، لانه ما يخفاش ان احنا وفاق سطيف كذلك وحنا ابطال افريقيا تاع النسخه الماضيه. لذا نظن باللي اللاعبين تحدهم اراده كبيره، كي تشوف التدريبات تكلمنا معاهم عندهم عزيمه واراده كبيره. ان شاء الله يوم الثلاثاء راح نتنقلوا لمصر الشقيقه وين نديروا معسكر يعني ماشي طويل 4 ايام، بعدها نتنقلوا ان شاء الله للسودان مع نلعب باش نتباهى مع خوتنا تاع المريخ السوداني، نبقاو ثم حتى اليوم 9 اليوم 10 نلعبوا المقابله في الليل، نتنقلوا نزيدوا نبقاو في مصر يوم اخر، ويوم 11 راح نرجعوا للجزائر ان شاء الله باش نخشوا لستيف باش نخشوا التحضير للبطوله الجزائريه ومقابله المقابلات المتبقيه 2 تاع رابطه ابطال افريقيا. نظن هذا هو المخطط تاع الرحله، هذا واش رايحين نديروا ان شاء الله. كنا عازم باش ان شاء الله نفرحوا نفوسنا، نفرحوا الانصار تاعنا، نفرحوا المدينه تاعنا، ونرجعوا الثقه للاعبين في الامكانيات تاعهم، لانه مش معقول 15 يوم قبل فريق الاحسن فيه افريقيا وحصل على القاب وكل شيء، وديجو هولندا ما يولي فريق كيلكونك يعني فريق عادي. نظن باللي كاينه حاجه ممكن باللي الفريق تاعنا مازالش ما تاقلمش مع التحضير، ما يخفاش عليك باللي لاعبين براتيكمون 50 ماتش لا سيزون بريسيدونت، دونك نظن باللي لاعبين مازالوا ما استرجعوش، لكن الاراده اللي عندهم تخليهم ان شاء الله والخبره اللي عندنا نظن تخلينا باش ان شاء الله نتفائلوا خير وبالعوده ان شاء الله القويه للوفاق ان شاء الله. اذا هو موسم اخر ان شاء الله للالقاب. طبيعة الحال احنا جينا نلعبوا على الالقاب، ما عندناش الحق باش فريق كيما هذا معروف بالالقاب، الانصار تاعو والمدينه المسؤولين تاعو كامل نلعبوا على الالقاب، وان شاء الله بالدعم تاع الجميع ان شاء الله ربي ان شاء الله نفرحوا مع بعض في نهايه الموسم ان شاء الله. العفو.